السلام عليكم متتبعين قناة كاتيلينا، مرحبا بكم من جديد. اليوم نقدم معكم وصفة جديدة، الكسكسو المغربي 100%. تابعوني بتشوفوا طريقة التحضير والمقادير، بقوا معايا. هنا خديت البرمة، درت فيها شوية الزيت، درت معاه اللحم، درت المطيشة، البصلة، العطرية خليته يتقلى، درت سكينجبير، البزار، الخرقوم، عرق، وخليته يتقلى مزيان، الملحة، حتى كتذوب ديك مطيشة مع البصلة. عاد كندير الماء غليان. خديت الكسكسو على حساب الافراد، كديروا على حساب اللي عندكم في الدار الافراد. شويه الزيت بسبستو مزيان بالزيت، عاد درت ليه الماء شويه، سرته بالماء ودرتو يفور الفوره الاولى. Thank you.
هنا بعد ما رويت بالماء غليان رميت خيزو حيت هو الاول، عاد درت القزبر والمعدنوس وخليتهم يطيبوا شويه. من بعد ما حيدت الفوره الاولى درت القرعه الخضراء لان دغيا كطيب. كما كتشوفوا البرمه صغيره ما هزتش ليا كلشي، انا حيدت اللحم درته في واحد الطنجره وخليت على الخضره في البرمه باش يطيب ليا داكشي على خاطره. هنا زدت الحمص حيت عندي انا الحمص طيب، الا كان الحمص ما طيبش كان باقي خضر كديروه في الاول مع خيزو. هذه الفوره الاولى حيدتها من الكسكاس وشديت درت شويه الملحه، درت الماء على حساب الكسكسو اللي عندكم، الا كان كيشرب الماء بزاف كتزيدوا كديروا الماء بزاف، كان ما كيشربش كديروا القياس اللي على حساب عينكم ميزانكم صافي، كديروا ترجعوه ثاني فور. هنا اخر مرحله غادي نرمي القرعه طيبتها هي، حيت دغيا كطيب كنخليوها هي الاخرى حتى الفوره الاخرى عاد كنرميو القرعه. الكسكسو الكسكسو بعد ما طاب في الفوره الثانيه حيدته، وغادي نشوفو الا كان كنا عطيناه الماء في الاول مزيان ما كنزيدوش الماء بزاف، كنزيدو غير شويه، كان خاصو الماء راه كنزيدوه الماء. وانا في الاخر كاين اللي كيدير الزيت، ما بغيتش ديروا الزيت، انا كندير شويه الزبده ولا شويه السمن كيعطيه كيجي رطب الكسكسو كيجي زوين. Thank you.
الكسكسو ملي درت ليه الزبده درتو فور الفوره الاخيره بعد ما فار ها هو كتشوفوه كان رميت درتو في القصريه وغادي ندير عليه الخضره واللحم بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التقديم. هذا هو الكسكسو ديالنا كما كتشوفوا جا زوين والمريقه ديالو جات خاطره. قدمته معكم نزولا على طلب واحد الصديقات ايطاليات بغاو يجربوا الكسكسو المغربي ديالنا. وبالنسبه للمبتدئات هذه هي الطريقه ديالي، كنتمنى يعجبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. الى اللقاء.